السلام عليكم، مساكم الله بخير جميع، ايش حالكم من الربع؟ عساكم طيبين. ابو حسن يا مرحبا وسهلا يا هم، ايش حالك؟ من جدلان يا مرحبتين يا ابو محمد. طيب زين، طيب ويش؟ ما جود كلش ان شاء الله. الرجال ذا دليله في الكويت، جل يا سلام. الله يلعن، الله يلعن ابو الفقر. الدينار الدينار هنا ترى ب 14 جماعه. ما ادري منين ابدا، والله ما ادري. بس اللي بقوله حسنوا اعمالكم مع الله، والله ما غير الله احد. توفى الشاعر في نفس اليوم يقول لعبوا زملائه في نفس اليوم. توفى واحد داخل قناة يقولون ما انتهى العزاء، لا بدأوا العالم. فكر فيها يا ولد، أشهد الله أن لي أيام أفكر فيها. ما حد درى عنك، والله ما حد درى عنك. فاعمل لآخرتك وخاف الله، اتق الله، اجعل مخافة الله أمام عيناك في كل شيء. اللي مات اليوم احنا بنموت بكرة، شفت بعيونك انت. الله يحسن لنا في ذا اليوم، يرحمنا برحمته، ويعفو عنا، ويغفر لنا، ويسامحنا. بعض الأحيان تعاين تقول هات وش يعني مات، وش يعني طيب لا مات حنا نوقف، احنا يعني تجعل لهم عذر. سني أنا أقول يا ولد، حتى أنا مت بكرة يوقفون هالسنام من التصوير. يا عمي روح بس، الله يرحمك. نعين جو والعزاء وعينوا فطور ولا غدا ولا عشاء، دقوها في اللحم، قال الله يحمينا ويرحمه، وضرب الباب عليه الصلاة والسلام. الحياة مستمرة، لسنت يحطونك في ذا الحفرة، يدفنونك في ذا التراب، ها وش قدمت؟ تقول لي ليتني قدمت لحياتي؟ قدم ذا الحين. اي والله قدم ذا الحين، يا صغر الحياة صغرها، يعني كانها ما تسوى ولا تستاهل. اشهد لله انها ما تسوى ولا تستاهل. لو بس تجلس مع نفسك شوي، انا كنت جالس مع الشباب وطلعت لان لي ثلاثة ايام الى يومين وانا افكر في الماضي ذا، شد ان الحياه ما تستاهل. الله يعفو عنا وعنكم، يسامحنا ويسامح. خلاص والله خلاص. السلام عليكم، طلع والله في
فيه رياح في الكويت ابوه بصلبه. اول مره ادري في حياتي اني شبه. انا طلعت من الفندق معي صديقي ابو حسن، وتعرضت الشارع كذا فرفر دجدج هنا وهنا، وطحت في تاكسي وقفت وديني المكان. قال لا انا ما يقدر ايش يبغى انت؟ الشيخ شفيك انا ساكن هنا، ودي البقاله ورجعني هنا. قال انا ما يقدر. ما تقدر وش اسوي؟ ما تقدر. شيخ الله يا اخي، ما ادري هل انا الشبه ولا انت؟ انت اللي كلمه، انا ما قلت شيء. ما ادري صدق ما ادري. طبعا الفندق حقنا فيه مول، هذا اللوبي، هنا اللوبي، لوبي وراء الاسانسير هناك، عاد تطلع انت فوق للغرف. هذا كافي حق الاوتيل، هنا مجمع، خش المجمع. سمع ايش ودينا الحين ومده نتمشى فيه الحان من برا كذا، نعرف نتفرج من برا قطع ام الوناسه. يعني تخيل تمشى في مجمع كامل حالك، بس حدك نظر. ايش يبغى انت؟ لانه ودانا ما منعنا من التمشي لحالنا، تعال حالنا. السلام عليكم. الله يبقيك، كيف الحال؟ خير. صباح النور. شلونك؟ كيف الحالك؟ ساك طيب؟ الله حيه. الله يبقيك. شلونك زين؟ اي والله ما شاء الله تبارك الرحمن. حالك اليوم؟ الحمد لله. شكرا يا شيخ، نبي نتمشى بس. اللي قبيل خضرة، هذه ملحمة يا أبو حسن. في غزال. أما غزال. السلام عليكم. كيف حالك؟ يوم الخميس إن شاء الله. الخميس إن شاء الله. يوم الخميس في لحم غزال. إن شاء الله. الله الله يبارك لكم. هلا بالشباب. ما شاء الله. حشوان، غنم، دجاج. غزلان يوم الخميس. وجهول عن دجاج يا ابو حسن. هو يا دوب من فيك تبوش كذي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. فضي وجهال. كم دجاج؟ كم واحد دجاج يكون؟ كيلو نص، كيلو 300. بكيلو تموت قبل يصلخها والله من الخنز. هذا سوق السمك والله من الريح. تم فضلك. السلام عليكم. والله واحد هذا مية مية. حي تبي؟ حي حي. لا والله لا نبي لا حي ولا ميت. وين الحي؟ حية وينها؟ ليه ما بيعطيهم؟ كله حي، كل حي. الله واحد. هذا سوق السمك. هامور كويتي، ربيان كويتي. السلام عليكم، كيف حالك؟ ما شاء الله. دام فضلك.